ومشاهدينا لأهمية الموضوع وخطورته وسرعة انتشاره بالفترة الأخيرة، صار لازم نناقش الأسباب وطرق العلاج ونقدم نصائح وتوصيات حتى تستفادون من فقرتنا اليوم. وأكيد صار ويانا من السليمانية الدكتور كاميران زازلي أخصائي تغذية ورجيم، وأيضا نورنا داخل الاستوديو الدكتور هفال صابر أخصائي في جراحة السمنة وجراحة الناظور حتى نتحدث وياهم أكثر بخصوص هذا الموضوع. يسعد صباحكم، أهلا بكم، نورتونا بصباح دجلة. يسعد صباحك دكتور هفال، ويسعد صباحك دكتور كامران، نورتونا. كنا نتمنى دكتور كامران ايضا يكون ويانا بالاستديو، ولكن للاسف يعني بسبب المسافات. اهلا وسهلا بدكتور، اهلا بكم، نورتنا. صباح الخير، صباح الخير للمشاهدين، كل الاعزاء اللي يشاهدون بالصحه والسلامه. نعم. لكلكم ان شاء الله. اهلا وسهلا. دكتور، اول شيء حابين نحكي عن سبب تزايد نسبه السمنه بالعالم بشكل عام وايضا بدولنا وخاصه بين المراهقين والاطفال، فشنو اسبابه؟ صح انه واحد من الاسباب الرئيسي هو زياده الفود، مثلا السبلمنت الاكل. نعم. واكيد وياها هم قله الحركه، مثلا احنا حتى اذا نذكر من طفولتنا كان أكثرية الوقت مثلا حركة وجاية وراح وكل شيء. نعم. نعتمد على المشي وحركات أكثر من الزيادة وقليل مثلا قاعدين وقدام الشاشات. هسا بالعكس صار مثلا أكثر الوقت تشوف مثلا كل الناس عموما وطفول طفل ومثلا تودلرز عمر مثلا عشرينات إلى مثلا 10 الى 20 تقريبا، اللي هيك عمر اكثر شيء اللي تشوف مثلا قدام الكاميرات وقدام الشاشات، واكثر شيء تشوفهم والاكل مثلا فاست فود. نعم. والحلى اللي صار هو واحد من الاشكال الرئيسي. نعم. صار اكثر من الزياده من الوزن بكل الاعمار وخاصه بهيك العمر. نعم. نعم طبعا. احنا حابين ايضا نسال الدكتور كاميران، انه دكتور احنا وياك اذا سامعنا، طبعا بالفتره الاخيره بدنا نشوف يمكن اكثريه اللي يعانون من السمنه هم المراهقين، شنو السبب؟ شنو اللي تغير عن قبل؟ يعني قبل دائما كنا نشوف الشباب او المراهقين يكونون يهتمون بصحتهم، يكونون يعني جسمهم رشيق، ولكن هسه بدنا نشوف بالعكس تماما. يعني هي عدة عوامل مشتركة يعني متعددة العفو. نعم. يعني منها تقدم التكنولوجيا وصار نوع من الإدمان أو زيادة الاستخدام الأجهزة الذكية، مما أدى إلى قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة سواء كان بشكل منتظم أو بشكل متقطع، خصوصا من البلدان النامية أو خلينا نقول غير متقدمة. في نفس الوقت تغيير في نظام الغذائي او اختيارات الغذاء المتواجده، اللي اغلبيه الجيل الجديد يفضلون انواع من الاطعمه السريعه كفاست فود وبيتزا والى ما هنالك، واضافه ما. الى الدول العديده وحتى الكبار يعانون من مشكله اضطرابات النوم، من قله النوم والسهر اللي هي احد الاسباب المهمه لزياده الوزن والسمنة. في نفس الوقت كما قلت يعني نوعية الأكل تغير، إضافة إلى كميات الأكل الغنية بالصوديوم والسعرات الحرارية والدهون. هاي كلها عوامل، إضافة إلى عوامل وراثية. نعم. إلى دور يعني بالتأكيد. نعم طبعا دكتور كاميران، أكيد أنت راح تكون. نعم. ويانا، إحنا حابين نحكي وياك أكثر بخصوص هذا الموضوع، ولكن هسه راح نرجع داخل الاستوديو مع الدكتور هفال. طبعا. نعم. دكتور، إحنا نشوف يمكن بالفترة الأخيرة بعض الأشخاص يقولون إحنا ما ناكل ولكن هم عندهم وزن زايد وهواية، هل يكون مرات السبب النفسي أو العامل النفسي إلى أثر إنه الشخص يزيد وزنه؟ أكيد إلى سبب، مثلا حالات نفسية، مو مثلا حالات نفسية شديدة، مثلا. نعم. حالات نفسية بالاستمرار، مثلا اللي شغل بقى على يومية تجي تروح ومشغول بالحياة وخاصة نجي ستريس عليه، مو أكثر مثلا حالات نفسية كلش قوية بس ستريس زيادة. مثلا الناس هو شغل باله، شغل نفسه بغير شيء، بغير موضوع، وواحد من الأسباب اللي بالسهولة تلقي هو الأكل. حتى مرات فعلا واحد لما يكون ستريس يأكل، يعني يكون بالضبط متوتر. خاصة اللي موجود مثلا بالبيت، خاصة النسوان اللي بالبيت موجودين دائما، الموجودين الاكل اللي يسوون الحلا ويسوون حلويات معجنات بالضبط، معجنات وسهران مثلا بالليل ما ينامون، وهو هذا واحد من الاسباب انه هم
مو وقت المناسب وقت انه رجيم صح انه هو يبدي الريوق مثلا الصبح وبعدين الظهر وبعدين بالليل شيء كلش خفيف، وبالعكس احنا اكلاتنا صار مثلا بالعكس اكثريه هو اللي تشوف مثلا يوميا الناس سهرانين بالليل وقدام الشاشات والاكل وبدون حركه، طبعا هو واحد من الاسباب جسديا وهرمونيا يعني بالهرمونات وهم بيصير، واكيد ويا الاكل اللي تشوف انه اكثريه مثل ما قلنا انه هو حلويات والاكلات اللي سرعه الحراريه كلش مرتفعه، فاكيد يصير زياده بالوزن. نعم. وهسه خلينا نرجع يم دكتور كاميران. دكتور كاميران، انت شو رايك؟ هل العامل النفسي له دور بالاصابه بالسمنه؟ وايضا يقولون اكو مجموعه امراض ممكن تخلي لهذا الشخص يصيب بالسمنه حتى لو هو ما عنده يعني نسبه اكل هوايه. شنو هي هاي الامراض اذا ممكن تعرفنا عليها؟ وايضا عن الحاله النفسيه ايضا خلينا نحكي. بالتاكيد العامل النفسي له دور مهم لزياده الوزن والسمنه، والاكو امراض نفسيه ككابه أو قلق وتوتر الشديد أو المستمر، سواء كان من المرض نفسه الكآبة بحد ذاته يسبب لك زيادة الوزن نتيجة البطء في عمليات حرق الدهون وعمليات الميتابوليزم داخل الجسم، أو سواء عن الأدوية المضادة للكآبة أو قسم من الأدويات التي تستخدم للمعالجة اضطرابات نفسية هي إلى تأثيرات سلبية بزيادة الشهية. هذا يعني عدة عوامل، يعني العامل النفسي إلى التوتر بحد ذاته إلى تأثير كلش كبير وقلق مستمر نتيجة خربطة بالهرمونات، وهذا النقطة يعني العامل النفسي. واكو امراض عديده يعني مو بس العامل النفسي، والمشكله دول يعني عندهم يعانون من امراض نفسيه خصوصا في العراق بشكل عام، يعني يعتبروها انه نوع من العيب او يفضلون عنهم اعتراف انه يعاني من مشكله نفسيه. هاي النقطه. واكو اضطرابات اكليه، الاضطرابات السلوكيه بالاكل عندنا موجوده، يعني هاي حاله علميه المريض يعاني من الشراهه الكبيره من الأكل ودي يستمتع بالأكل ويعتبر الأكل كحل من الهروب من مشاكله سواء كان نفسية أو داخل العائلة. وأكو غير يعني غير عامل النفسي والتوتر بالتأكيد العزلة والحرمان العاطفي إلى أيضا إلى الدور، يعني الشخص اللي منعزل ما يطلع برا ما عنده واهز يروح يمارس رياضة، هاي نقطة. غير هذا عندنا اضطرابات بالهرمونات، مثلا الأكثر انتشارا بالعراق هي الخمول غدة الدرقية، هاي أحد أسباب يعني موجودة لأن موجودة خصوصا في المناطق الشمال عندنا بالكردستان وباقي الأماكن هم موجودة، لأن نعاني من نقص مادة ديود، وبالتأكيد الخمول غدة الدرقية هي أحد الأسباب لكن ليس سبب الرئيسي لزيادة الوزن. عندنا مشاكل أدوية اللي هي ضرورة لحالات مرضية، كمثلا أدوية تعالج للأمراض حساسية أو الربو دي يسبب لك زيادة الوزن، لكن لا ننسى أنه السبب الرئيسي والعامل الأساسي هي زيادة تناول الطعام وزيادة. نعم طبعا دكتور كاميران اكيد رح نرجع لك حتى نحكي بخصوص هذا الموضوع اكثر. حابين هسه نسال الدكتور هفال. طبعا دكتور احنا يعني حابين نعرف من عندك، يمكن بعضهم لهسه الامهات دائما يحبون الطفل يكون سمين، واذا يكون ضعيف يقولون هذا صحته مو زينه. شنو مخاطر السمنه اليوم على الاطفال والمراهقين اللي بنشوف يعني وزنهم كلش كبير وهنا الام فرحانه انه هي ابنها متغذي وصحته زينه؟ هو نفس الشيء، هو تتأثر على كل الأعمار، بس اللي يبدي مثلا بالعمر البدائي صغير هو يبقى كمثلا طبيعة ويبقى كهو كخلق كمتعود على هذا الحياة اللي هو يشوف نفسه أنه هذا شيء طبيعي، لحد هو توصل مثلا درجة أنه كلش سمينة، أكيد من ذاك الوقت يشوف نفسه ويا الأصدقاء ويا الصديقات هو يشوف أنه
للملابس او شكله او مختلف ومتغير وهذا مو طبيعي. يلا مثل ما تتفضل هو عابر انه هاي الوقت يمكن عابر حتى ما يكون عنده اراده انه بالضبط. كلش صعب انه اذا متعود على الاكل هوايه ولانه خاصه مثل ما تتفضل مثلا يوميه تشوف ينطي اكثر من وجبه حتى مثلا يشوف طفله شكله مثلا سمين او اذا اشوف شويه ضعيف يقول هذا مريض او مو طبيعي او مناعته مو طبيعي. فاكيد هذا يتعود نفسه على الاكل، يتعود نفسه على الحياه انه مو طبيعي، وبعد توصل درجه ما يقدر يسيطر عليه. انا شفت المرضى مثلا مرات يجيني 12 13 سنه اكثر 100 من 180 يعني 140 150 كيلو، هذا كلش مو طبيعي اكيد. فتتاثر على كل شيء، يجوز من مثلا من الطفوله من البدايه ما تشوف السلبيات كلش كبير، بس اللي تشوف اكثر شيء هو تعاهد الجسم، واللي تشوف نفسه على هاي الحاله اللي مو طبيعيه. طبعا كل ما تصعد العمر اكيد له تاثير، تشوف مثلا السلبيات عليه هيك تزيد الاكثر والاكثر، تشوف مثلا الضغط والسكر اكثر شيء تشوفها وراء 35 الى 40 سنه من العمر. بس اكيد مثلا من العمر البدائي هم تتاثر على الهرمونات، على نمو للطفل مثلا عضلاتهم او جسمهم بنوع انه كل شيء مو طبيعي تشوفه، حتى مثلا التنفس مالته، وحتى مثلا تشوف مرات تاثر على الانتليجنت يعني ذكاوه الطفل. فإلى تاثيرات ايجابيه كلش عليه، وخاصه الحالات النفسيه مثل ما قلت من البدايه اكيد. فلازم احنا هم نراجع نفسنا، وخاصه من اللي تشوف مثلا إلى قابليه، مو من كل العائله، مو من كل شخص تشوف انه هو يسمن، بس اكثريتنا وخاصه مثل ما قلت الاكليه اكل اللي تشوف هسه اكثريتهم سعه حراره كلش مرتفعه، هذا تشوف انه كنتيجه يصعد الوزن يوم بيوم وما تقدر تسيطر عليه. هسه الاطفال ما ياكلون الا الاكل اللي هم يعجبهم، صحيح، وهو يكون يعني فاست فود والحلا والشبس والبيبسي، وهذول كلها اكيد. دكتور ايضا حابين نعرف يعني اذا الواحد حاس نفسه انه بدا يسمن بشكل غير طبيعي، يعني بشكل زائد، شنو اول اجراء لازم يسويه؟ هل لازم يتجه راسا للدايت والرياضه لو اكو بعض الاجراءات الطبيه اللي لازم يسويها قبل لا يتجه لاي خطوه معينه؟ صح، اول شيء اكيد مثل ما تفضل دكتور انه اذا عنده مرض مثلا غده تتاكد من المرض، مثلا خمول بالغده الدرقيه، هذا شائع من العراق خاصه بالشمال، وتاكد من غير امراض مثلا اكو امراضات مثلا نفسيه، اكو امراض مثلا حالات غير طبيعيه تشوف الى مثلا او تستخدم علاجات اللي تشوفها، لازم تتاكد من هاي العلاجات، تاكد من الامراض انه ما موجوده بالجسم وراها تبدي الرجيم. اذا عنده استجابه للرجيم للدايت يعني معناته هو اصلا لا علاقه. طبعا 80% هو اللي تشوف سبب السمنه هو الاكل، تبقى حركه هم ماكو اكيد. نعم. هو واحد من الاسباب، بس اول شيء اكيد لازم تتاكد من الطبيب انه اذا شفت مثلا مو طبيعي دا يزيد الوزن لازم تتاكد من. نعم. من الفحوصات اللي موجوده بالمختبر او يشوفك الطبيب ويسالك هيستوري يسمون، وراها اكيد تبدي بالرجيم والرياضه. نعم طبعا احنا راح نرجع مع الدكتور كاميران. حاب اعرف من عندك دكتور اليوم الاشخاص اللي مثل ما ذكرنا ايضا وسالنا الدكتور هضال موجود داخل الاستوديو، انه الشخص اللي يحس انه وزنه بدا يزيد او يزيد عن الوزن الطبيعي، شنو الاجراءات اللي لازم يسويها؟ هل يعني شنو الاشياء اللي اول شيء لازم تجي بباله ويسويها او النصائح اللي تقدمها له؟ يعني بالنسبة للأطفال يعني هي كما ذكرنا أخويا دكتور هبال، يعني هو لازم العائلة يعني النمط دور المجتمع والعائلة كلش مهم في خيارات الغذائية والعادات الغذائية. نعم. إذا تعود سواء كانت طفلا أو مراهقا أو حتى يعني صار يعني شخصا بالغا، يتحول بعد فترة من تناول الطعام بكميات كبيرة يتحول نوع إلى إدمان عن الأكل،
وقسم كبير من الأشخاص دي يتناولون أكل يسمونه الجوع العاطفي، يعني شخص هو مو جوعان بس يعني دي يستمتع أو يحل أحد مشاكله بالأكل. أول شيء تحديد التشخيص الحالة كشخص، يعني هو عنده شنو أسباب اللي مؤدى إلى زيادة الوزن. كما يعني قلنا ذكرنا بالبداية أهم سبب هو زيادة الأكل، نتشيك إذا عنده مشكلة بالهرمونات وهذا. بعدين ننتهي نمط غذائي، أنظمة غذائية متعددة متواجدة، وبالتأكيد ليس هناك نظام غذائي يرهم على الجميع يوافق الجميع، أكو نو فود دايت فور اني ون، يعني ما عندنا نظام غذائي يمشي على كل الأشخاص. أكو أنظمة سريعة النزول تساعد الشخص ينزل بسرعة، يمكن هذا يعني تستبعده بالأطفال والمراهقين كأنظمة منخفضة الكربوهيدرات لو كارب وكيتو، هذا تخليها للأشخاص البالغين اللي ما عندهم أمراض معينة. وأكو أنظمة اللي هي معتدلة أو خلينا نقول متوازنة كنظام غذائي البحر الأبيض المتوسط، هذا أحد الأفضل الأنظمة اللي هسه الآن. وبعد إذا شفنا المريض ما يقدر يسوي الريجيم، ما يقدر يلتزم بالحمية الغذائية، قد نستخدم بعض الأدوية. وفي السنوات الأخيرة تم اكتشاف هذا الأبر التحنيف الوزن وتخفيف الوزن كساكسندا وأوزمبيك ومونجارو، وهذا يعني يعتبر ثورة في العالم التحنيف اللي هي أبر، بس لازم يستخدم من قبل الطبيب وبجرعات تحت الإشراف الطبيب. وبالتأكيد تنظيم النوم كلش مهم، أحد الركائز التخفيف الوزن هي النوم الجيد خلال والنوم المبكر، وبالتأكيد إدخال كميات كبيرة من الألياف مثل موجودة بالخضروات وقزم من الفواكه إذا كان مسموحة، وزيادة الحركة سواء كان عن طريق الممارسة أو استغناء عن وسائل المواصلات كالسيارة. نعم دكتور كامران، راح نرجع يمك إن شاء الله. طبعا طلبت كل المعلومات يعني عن الدايت وكل الأنواع الدايت، شكرا لك. يعني دكتور هفال، حابين أيضا نعرف شو وقت الشخص اللي مصاب بالسمنة لازم يتجه للجراحة، ممكن تغيير المسار أو قص معدة أو شفط، هاي الأساليب اللي دائما يستعملوها، شو وقت صار وقت أنه هذا الشخص يتجه للجراحة؟ إذا مثلا تحكي على الأعمار، هو يعني ماكو شيء أنه محدد يقول لك أي عمر، وارد أنه من عمر الكلش بدائي لحد عمر سبعينات وثمانينات. اللي يبقى هو جايد لاين، لأنه الوزن اللي يشمل العملية. مثلا احنا شيء يسمون دي ام اي، يعني كتلة الجسم، هو يقسم إلى مثلا الأوزان ويا الطول، مثلا بي ام اي يعني وزن على متر مربع بالطول، فيطلع الرقم مثلا بين 18 الى 25 انسان طبيعي، من 25 الى 30 تقريبا او قبل 30 مثلا هو يقول لك مثلا عندك زياده الوزن، من تبدي 30 الى 35 كلاس 1 اوبيسيتي، يعني النوع الاول من السمنه، من 35 الى 40 نوع ثاني من السمنه، من 40 وفما فوق سمنه مفرطه يسمون، يعني موربيد اوبيس، هو هذا كلاسيفيكيشن للسمنه كعموما. تبقى انه اللي يشمل العمليه هم تعتمد على انه عنده امراض مزمنه وياها او لا. اللي عنده امراض مزمنه تشمل العمليه من 30 الى وفما فوق، يعني حتى الجايد لاين الجديد من 2022 انه اس ام بي اس والافسو انه قلل حتى قللوا الجايد لاين اللي تشمل العمليه، مثلا عنده سكر، عنده ضغط، عنده سليب ابنيا، عند الامراض مثلا صوفان اللي ما يقدر مثلا بدرجه انه تتاثر على المشي على كل شيء، يقدر يسوي عمليه حتى اذا اوزانه مثلا البي ام اي مالته فوق 30. واللي ما عنده امراض مزمنه، ما عنده كوموربيديتيز، من 35 وفما فوق. والكعمار مثل ما قلت لك، هو طبعا اي العمر اذا واصل الدرجه، للاطفال شويه الفرق، بس
هم تشمل مثلا احنا هم سوينا العملية طفل 12 سنة 13 سنة بس واصل وزنه 150 كيلو، يعني هو اكيد ما يقدر يستر بعد، لازم الى حل تسوي له حل وتوصل لدرجة انه هاي هي بعد منتهي للرجيم وللرياضة. تبقى العمر حتى مثلا سبعينات وثمانينات اللي ما يقدر بعد وعنده السكر وعنده امراض سرطان وهاي تقدر هم تسوي له عمليه، فكل الاعمار مشمول والاوزان تعتمد على اللي مثل ما قسمنا. نعم طبعا شكرا لكم الدكتور هظال والدكتور كاميران، طبعا ايضا كاميران نورتونا، وشكرا على المعلومات اللي قدمتوها لنا. شكرا لكم. شكرا.